أهلا بكم معنا من جديد. جولة أخرى من المعارك في مخيم عين الحلوى، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان على نحو أعنف من ذي قبل، لكن الجديد هذه المرة أن العيارات النارية والقذائف تجاوزت أسوار المخيم، حيث وصلت ضربة المعارك الدائرة بين فتح وفصائل إسلامية إلى درجة سقط معها قتيل وثلاثة جرحى في المناطق المحيطة بالمخيم، جميعهم لبنانيون. أما داخل المخيم فآخر حصيلة للمعارك تتحدث عن سقوط 4 قتلى وعشرة الجرحى، فضلا عن حركة نزوح كبيرة للمدنيين. طول أمد المعارك الدائرة وما تشكله من خطر على المدنيين داخل وخارج المخيم بدأ شيئا فشيئا يثير استهجانا كبيرا في الأوساط السياسية لبيروت، إلى درجة رفعت هي سقف المطالب إلى دعوة قيادات الجيش اللبناني إلى التدخل العسكري وإخضاع المخيم لسيطرة الدولة. خطوة إن تمت فهي تقترب إلى سيناريو أحداث مخيم نهر البارد التي اندلعت عام 2007 واجتاح خلالها الجيش اللبناني المخيم بعد معارك مع إرهابيين. إلا أن حكومة تصريف الأعمال ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي لا زالت تغلب الحل الدبلوماسي عبر التوصل إلى اتفاق بين المتحاربين في الداخل بشكل يحقن دماء المدنيين من جهة ويحفظ للدولة اللبنانية سيادتها التي تشكل المعارك الدائرة إساءة كبيرة لها. إذن لمزيد من التفاصيل والمعطيات معنا الآن مباشرة من صيدا مراسلة المشهد سارة شحاتة. أهلا بك سارة. سارة، إذن لو نركز على الجانب الإنساني وما يحدث من تطورات في هذا ربما في هذه الزاوية، كيف هو وضع النازحين أو اللاجئين؟ يعني ما آخر تطورات؟ نعم رامي، أنا أتواجد الآن أمام مدينة رفيق الحريري الرياضية أو الملعب البلدي في صيدا، حيث نصب الصليب الأحمر ما يقارب 35 خيمة تتسع لمئات النازحين وأكثر، على أن يتم تأمين المياه والصرف الصحي لهم بالتعاون مع الأونروا وتحت إشراف وسلطة بلدية صيدا. حاليا هي خالية من النازحين حتى الآن وغير مجهزة بالكامل، لكن معلومات خاصة لقناة المشهد حصلنا عليها تفيد بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية عمما على بلدية صيدا بإزالة الخيم المستحدثة عند مدخل صيدا الشمالي، خاصة بعد الجدل الذي حصل حولها. نشاهد خلف هذه الخيم هناك بدء بإزالة هذه الخيم كما ذكرت. كان قد عقد اجتماع في بلدية صيدا للهيئات الإغاثية من أجل نقل النازحين إلى أماكن آمنة وإنشاء غرفة عمليات للطوارئ في بلدية صيدا وبحث سبل رعايتهم والاهتمام بهم وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لهم، وعلى أن يتم أيضا نقل النازحين في مسجد المصلي إلى أماكن أكثر أمنا منها مدرسة نابلس التابعة للأونروا. أذكر أن هذه المدارس لم تفتح أمس، اليوم اتخذ القرار بفتحها وإزالة هذه الخيم. إحصاءات الأونروا حتى الآن تشير إلى نزوح ما يقارب 400 شخص والعدد مرشح للتصاعد في حال استمرار الاشتباكات. أيضا سارة، فيما يتعلق بالمواقف ربما الرسمية والبيانات التي يتم إصدارها بشكل رسمي من لبنان، يعني ما الذي يمكن أن نعرفه في هذه الزاوية؟ أشير إلى أول تعليق رسمي عن هذه الخيام نشر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صورة لخيام تعود إلى نكبة فلسطين عام 1948 وأخرى عن هذه الخيام تحديدا. قال أن المشهد هو نفسه ولكن الفارق 75 عاما، الأولى إسرائيلية والثانية أيادي فلسطينية. وقال أن خيام الإيواء هذه للنازحين من عين الحلوة هي خطوة أولى على طريق شطب حق العودة. أشير أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن، نسمع أيضا من ساعة إلى أخرى قذائف ورصاص، هناك مساعي لوقف إطلاق النار طبعا بعد اجتماع هيئة العمل الفلسطيني، وتجري اتصالات على أعلى المستويات لوقف إطلاق النار. طبعا هناك تعليقات أو ردود فعل، يعني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في شأن هذه التطورات وشدد
على أولوية التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة هذه التوترات، وقال أيضا أن ما يحصل الآن يشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية وإلى مدينة صيدا التي تحتضن الفلسطينيين. أشير أيضا إلى بيان قيادة الجيش. نعم رامي. نعم تفضلي، بإمكانك إكمال الفكرة، تفضلي سارة. بالنسبة لبيان الجيش اللبناني أيضا صدر بعد تجدد الاشتباكات، قال أيضا أنهم سيتخذون التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تعرض حياة الناس للخطر، وطبعا دعت إلى وقف إطلاق النار صونا لأرواح الناس في صيدا وفي المناطق المجاورة. واضح، شكرا جزيلا لك سارة على كل هذه المعطيات والتفاصيل. إذن كانت معنا مباشرة من صيدا مراسلة المشهد سارة شحادة. نواصل في سياق الموضوع إذن، ونرحب مباشرة من بيت لحم بضيفنا سيد محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن يعني رغم كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها السابق فيما يتعلق بما يحدث أو الوضع في مخيم عين الحلوة، تعود الاشتباكات من جديد وتعود نفس المشكلة. هنا المشكلة الأصلية هي أين هنا؟ يعني باعتقادي بأن المشكلة الأساسية فيما يحدث بمخيم عين الحلوة هو حالة من التوظيف لبعض النظم السياسية وبعض القوة، ليس فقط على الساحة الفلسطينية واللبنانية بل أيضا على الساحة الإقليمية في نقل الاقتتال والصراع داخل مخيم عين الحلوة، وهو امتداد لمحاولة اجتثاث حركة فتح. وأيضا ليس يعني المقصود حركة فتح ولكن المقصود القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وبالتالي التلاعب أكثر والتشظي أكثر للحالة الفلسطينية بما يخدم الأطراف الإقليمية التي تحاول أن تأخذ من القضية الفلسطينية ورقة في أدراج ملفاتها وحواراتها ومساوماتها الدولية والإقليمية. هذه هي القراءة الحقيقية لما يحدث في مخيم جنين، في مخيم عين الحلوة عفوا، وهو امتداد لما يحدث في مخيم جنين بالمناسبة، يعني ليس ببعيد عن ذلك. وبالتالي حركة فتح تواجه هذا الاجتياح وتواجه هذه التوجهات منفردة دفاعا ليس عن الحالة الفلسطينية فحسب بل أيضا حتى عن الأمة العربية وما يرسم ويحاك من مؤامرات إقليمية لكل الحالة العربية، وهذه المسميات من داعش والنصرة وبين قوسين الشباب المسلم على اعتبار أن الآخرين كفرة، وبالتالي كل هذه المسميات ما هي إلا حالة وظيفية لقوى إقليمية تحاول أن تلعب بالقضية الفلسطينية وتخطف القضية الفلسطينية لمساومات ذات علاقة مع الأمريكان أو الروس أو لمصالح دولية وإقليمية. هذه يعني حقيقة ما يحدث داخل مخيم عين الحلوة. ولكن عندما نسمع أن حركة فتح يعني فشلت في الأخير في ضبط الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، يعني أليس هذا واقعا يعني لا يمكن إنكاره؟ في ظل تكالب هذه القوة حركة فتح، هل تريد من حركة فتح أن تصارع قوة بحجم تركيا وبحجم إيران لنسمي بمسمياتها وحجم بعض الأنظمة العربية وبعض أجهزة المخابرات وبعض أجهزة الأمن العربية؟ يعني حركة فتح هي ليست الجيش الروسي، يعني مين قال إن حركة فتح الجيش الروسي ولا الجيش الأحمر اللي قادر على صد كل هذه المؤامرات؟ يخلف عليهم شبابنا وأهلنا وناسنا في مخيمات لبنان اللي بيلتفوا حوالين حركة فتح في دفاعها عن الناس الغلابة، عن هذا اللجوء، عن الهوية الوطنية الفلسطينية. شو علاقة أبو صهيب الموريتاني وأبو مصعب الصومالي وأبو مش عارف مين السوري واللبناني والعراقي وكل هذه المدخلات داخل مخيم عين الحلوة؟ هي بالتأكيد لكي يكون هنالك مخرجات ذات علاقة بإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية. هنالك تورط من جهات فلسطينية أخرى، نعم تترك حركة فتح في هذا المصير، هنالك تورط من جهات لبنانية، نعم صحيح، وهذا تاريخي يا عزيزي. نحن قد نسامح، يعني نحن لا ننسى تل الزعتر،
من ارتكبة للزعتر الحبيقة وغيره من هذه الأسماء، وحصار شتيل حركة أمل من 85 ل 88، حصار مخيمات طرابلس وغيرها وغيرها. قد يعني نسامح ولكن لا ننسى، لا ننسى ولكن الشعب الفلسطيني. نعم. لا ينسى، قد نسامح. نحن نشكر الشعب اللبناني ونثمن الوقفة التاريخية للشعب اللبناني ونعتذر عما سببنا من ألم، ولكن أوغل بدمنا أيضا من أحزاب لبنانية وأنظمة عربية والآن قوة إقليمية تريد أن توغل أيضا بالدم الفلسطيني، بدها تلعب مع أمريكا ومع روسيا ومع بعض القوى العالمية على حساب الدم الفلسطيني. وللأسف هنالك من يؤجر نفسه فلسطينيا لهذه القوى مقابل حفنات من الدولارات لاعتبارات. طيب، لأنه خلاص بندقية بأجورة. طيب إذا كان هو الموضوع أصلا هو مشكلة أمنية، يعني وهنا نتحدث حتى عن ربما عن ضحايا أبرياء، يعني هم اللاجئون الذين هم يذهبون ضحايا هذه الاشتباكات يعني ويبقون هم في المعاناة، يعني إذا كانت حركة فتح غير قادرة على ضبط الوضع الأمني هناك، من إذن يجب أن يتدخل هنا؟ يعني أنا باعتقادي بأن حركة فتح تدافع عن كل المجتمع اللبناني أمام وحوش بشرية دواعش في مجتمع متعدد متلون مليء بالأزهار مثل المجتمع اللبناني بكل طوائفه المسيحية والإسلامية والدرزية، هذا التنوع الجميل. هنالك من يريد خراب لهذا البستان، يريد خراب لهذه الزهور. حركة فتح تدافع عن الشعب اللبناني. أين الجيش اللبناني؟ أين الجيش اللبناني اللواء السادس؟ يعني هل يجب أن تتغير الاتفاقات ويصبح الجيش اللبناني مؤهلا لدخول المخيم؟ هل يجب أن تتغير الاتفاقات ويصبح الجيش اللبناني مؤهلا للدخول؟ طبعا الرئيس عباس بشكل واضح وقاطع أعطى كامل الصلاحية للأمن اللبناني للتدخل. الرئيس عباس وعندما زار اللواء ماجد فرج لبنان وحاولت بعض المتأسلمين والقنوات ذات العلاقة بهذه الامتدادات أن تشوه هذه الزيارة وتسخرها وتوظفها لصالح مكاسب حزبية بإشاعات يعني غبية، أبلغ موقف واضح بأن الرئيس عباس والمنظومة الفلسطينية تعطي كامل الصلاحية للجيش اللبناني للقوى اللبنانية للتدخل وضبط الحالة. نحن لا نريد أن نتدخل بأي شأن لبناني، وممنوع على أي فلسطيني أن يتدخل بأي شأن لبناني. وبالتالي هنالك تناغم ما بين الرئيس عباس والأجهزة الأمنية الفلسطينية مع المستوى السياسي اللبناني، ولكن لماذا لا يقدم المستوى السياسي اللبناني لإعطاء تعليمات للمستوى الأمني لضبط الحالة؟ كما قلت لك هنالك يعني بالتاريخ مواقف عديدة تدخل بها الجيش اللبناني، ثلاث سنوات مع حركة أمل وهو يحاصر في شتيلة، وآلاف القتلى من الفلسطينيين. اليوم يقف أمام هؤلاء الدواعش عاجز، هذا سؤال كبير. لصالح مين؟ في أنظمة محيطة بلبنان تمنع تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية فيما يتعلق بالحسم. كلما اقتربت حركة فتح من حسم الصراع على الأرض أمنيا ويعني بالمعارك مع هذه الفرق الإرهابية تتدخل قوى لبنانية وفلسطينية واضح، وتفرمل على تقدم حركة فتح. لاحظ ذلك تماما بالعشر 15 سنة، كل ما تقترب حركة فتح من الحسم تتدخل هذه القوى لوقف هذا الحسم. هنا السؤال ليس لنا، وهذا السؤال للقوى اللبنانية التي تتدخل. شكرا جزيلا. لوقف حسم حركة فتح للموقف على الأرض واضح، وهي قادرة على ذلك. نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذا النقاش من بيت لحمة، سيد محمد الحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح.